بصوا قلب يا حبيبي، انا لسه صاحي من نص ساعه، تمام؟ فالله يبارك لكم. شير ارحبوا ارحبوا. فانا لسه ما فوقتش، فوقونا بقى فوقونا. مسيلة على الخايمة. لا فطرت، بس فطرت ونمت. شكلك نايم. طب اهو مالك يا اسطى؟ طارق ارحب يا طارق صعيدي قلبي. نورة ما جاش اشعار وانت مش في جروب التليجرام؟ يا ابن الاكونت ده لسه مفكوك من بن نهائي، فكويس ان هو بيتفتح منه اللايف اصلا. اخواتي توب وان النهارده ان شاء الله. فين الشير؟ فين الشير؟ انت هذا كاتب التلات تسعات، ارجع لرشدك واكتب تلات سبعات احسن لك، هتستفاد. مفيش تلات ارقام اتجمعوا هنا في البرنامج غير تلات سبعات. ايه الخلاصة؟ انا بقول لك النصيحة لاخ. جاي لك يوم الجمعة. تنورني يا قلبي، تنورني يا غالي. وايتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الزيتونة مع تونة، وضيفنا لليوم هو الفنان العالمي العظيم صاحب أعلى مشاهدات على تيك توك، مداهم. تصفيق تصفيق. كل سنة وانت طيب. عاملة ايه؟ وانت طيب اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمة. ولا انت عاملة ايه؟ كله جميل. جاهز؟ انت جاهزة؟ احنا جاهزين على طول. يا لهوي على التكبير. زي الاتراك يعني. ايه ده؟ بتبس زي الاتراك. اصل الاتراك اغلبيتهم هم اللي بيعملوا لايفات من المراية. ما انا اسمي ايتن يا ابني، انت متعرفش ان اسمي اصلا تركي؟ لا والله. ايه اعمل سيرش كده. ثاني اكتب معنى اسم ايتن. اه هيقول لك اسم تركي معناه ضوء القمر باللغه التركيه. شفت بقى، طلعت قمر وطلعت تركي. ايتن هو اسم مذكور من اصول عربيه ومعناه هو الذي تقرب. مش ده معنى اسمي. ده بيقول لي الذي تخرج ايه قدام من رحمه امه. ليه علاقه بالولاده؟ لا مش هو ده. محرم ازيك يا حبيبي؟ فور يو. اهلا اهلا اهلا، وحشني يا محرم. اخبارك ايه؟ رانيا ميرسي سايدو تكبيس. تعملش صوت وانت بتشرب الشاي. ده احلى من الشاي، الصوت بتاع الشاي. هو اللي بيحسس الواحد ان هو بيشرب شاي. لا يا عم بلاش قرف، انا بهزر. لا طبعا كل واحد يشرب زي ما هو عايز، طبعا كل واحد حقه، شابه من حقك. تاني كوبايه يعني مدبل على طول يعني دي خلصت. لا يا راجل. اه والله الف هنا. الله يخليك. اصل لسه صاحي ومش مجمع. انت اخبارك يا ايتن؟ رمضان اجواء ايه معاك؟ والله انا مش حاسه باي اجواء، انا في ابو ظبي وعندي تصوير ومنهاره هنا. نفسي يخلص التصوير وارجع لاهلي بقى، مش قادره. رمضان اتردم بالنسبه لك؟
رمضان اتضرب بالنسبة لي كده. 28 وردة، كل شخص وردة يا أولاد، نركز، كل وردة يا شخص فاتن. وردة، كل شخص وردة يا أولاد، وردة كتيبة. كل شخص وردة يا أولاد. بس العخاينه من قالك ان جاي لك من قالك ان تربل يا كتيبة. ايوش ابو الروم، شكرا. كملوا كملوا كملوا، فاضل 8 وردات. يلا 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 يلا، ميدو، انس، حنين، جميل. يلا يا جماعه، كل شخص ورده، كل شخص ورده. 3 ثواني. قلب يا كريم اوف، ما اتفتحش حرام عليك. عندكم؟ جاهزين؟ روحوا كريم عن طالع كتيبة. عاش يا كتيبة. كلهم كويسين، اخرس. في مستواك يا ويت. والله يا ابني انا لسه داخله، وعاملين اصلا فقره اسك، احنا قاعدين بنسال على المسلسلات وباخد رايهم في الحاجات اللي ما بتتعرض، وبتتفرجوا على ايه وبتعملوا ايه. المسلسلات هو الحشاشين ده، بس عشان نبدأ نفتح كلام كده. حشاشين، انا بتهيألي محمد رمضان ما نزلش السنة ده عشان عارف اللي فيها. لا 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 خالص، هو منزلش عشان كده، هو بس كان المسلسل محتاج عنده وقت وتجهيز وهم ما كانوش جاهزين. بس بأمانة الله يا أيتن، حتى لو كان نزل الحشاشين يعني في حتة تانية كده، هو بيسحبك وبيسحب مخك وتفكيرك في حتة تانية. محمد رمضان بيطلع دورين في الحلقة السابعة، يموت واحد ويكمل ويكمل محمد بالدور. رمضان والسنة اللي فاتت كان محقق نجاح عظيم، وهو بصراحة بني آدم يعني ذكي، وأعتقد إنه إن شاء الله لما هيعمل مسلسل السنة الجاية برضه هيكسر الدنيا. وجود هو الحشاشين لا مرضى. يقلل من قيمة محمد رمضان. وعايز أقول لك على حاجة، والله العظيم يمكن لو محمد رمضان كان موجود كان الحشاشين ما اتشافش. لا اسمع مني بس، والله العظيم خلي بالك يا مدير، أنا عايز أقول لك على حاجة، في شغلانتنا إحنا النجاح ملوش كتالوج، يعني مفيش 1+1=2، احنا دي مش موجودة عندنا. ممكن تلاقي 1+1=5 عادي. كريم عبد ممكن. العزيز قيمة قامة وعلى راسي من نجومي المفضلين، واتمنى اشتغل معاه. ومحمد رمضان صديق وعزيز وبعتبره ابن جيلي برضو، وقدم ناجح وجميل، ولكن النجاح ملوش مقاييس، ذوق الناس ملهوش ضمان. أكيد طبعا، بس الفكرة يا أيتن إن دي حاجة جديدة برضو. يعني بصراحة الحشاشين داخل بمود وقصة كده. بص يا مداهم، يدخل زي ما يدخل المسلسل من الاول ومن الاخر اللي بيحدده جمهوره، جمهور محمد رمضان ونوعيه المسلسلات يمكن اللي بيقدمها محمد رمضان، مش جمهور اللي بيتفرج على الحشاشين. فاهمني اقصد ايه؟ ممكن، بس فانا على مقتنع فكرة ان كل فوله وليها كيال، وكل على مسلسل فكرة وليه في الجمهور حاجة بتاعه. تانية انت ما خدتش بالك منها. هو أصلا نبات الحشيش اكتشفوه الناس دول، فأكيد الضريبة كلهم كانوا عايزين يعرفوا ايه السر، فهتلاقيهم كلهم متجهين بتاعت المسلسل. احنا هنهزر كده، ما هم احنا كده أول ناس. بنهزر، أنا احنا لسه كده شايف بنهزر. اكيد احنا فاتحين السلام تيك توك عليكم، انا عشان بهزر. نهزر. لا بس هم بصراحة يعني انا من وجهة نظري المسلسل جامد جامد، بياخدك في مود كده، بيدخلك في مود، وخصوصا ان هم عاملينه
بطريقه مختلفه خالص وتعبانين في صراحه، يعني ككواليتي تصوير جرافيك الحاجات دي كلها جامده قوي. تتشفتي الحشاشين؟ لا ما شفتوش لسه. لا هتندمي بصراحه، اقسم بالله ايه، جامد. ما كله على الابلكيشنز، هفتح الابلكيشن وهتفرج. والمداح، لان انا بحب المداح طبعا العفاريت. عظيم، الناس كلها عمالة تكتب تحت المداح، 100 و185 كومنت المداح. انا عندي بيكتبوا لي سالي، سالي واخد صاحبتها عايز تطلع معايا. يا نهار لا اسود. المداح بس انا بحب الحاجات دي قوي. بس بصراحة يعني هما اول جزء في المداح هما اللي ابدعوا فيه صح بقى، كانت العصارة هناك تحس ان انت في ارض واقع مش في مسلسل. حكم الاول عيد، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حبيب قلبي، وانت طيب، الله يبارك لك والله. وتحية لفرقة الثلاث سبعات كلها، نفر 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 حبيبي يا مداهم. يلا اشوفك على خير يا قلبي، كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة باي يا باي، رب. باي يا عسل. مثلي على الخاينة طن طن. هي سالي عندها مداهم، سالي قلبي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ خف عامل ايه؟ تدخين شويه، خف تدخين شويه. بقولك انا مريضه والله. الف سلام. ما انا كمان مريض بقالي من اول الشتاء يعتبر. لا انا والله كنت في المستشفى امبارح، اول امبارح ما فتحت ليفك ولا شيء. الف سلامه. مالك؟ شباطه مستنيك عندي يوم التهاب الجمعه. بحلقي، ايه عندي التهاب بحلقي. بس انا صراحه ما بهمني الالتهاب، ما بهمني اشي، ما بهمني، حتى انت ما بتهمني. اللي بهمني اني انا جاي اخذك على الصدام، احكام لايك صلخ جولتين. لايك جولة واحدة الجحفلة جولتين. لا جولتين من اولها، جولتين انا وياك بنلعب جولتين، بعدين بنصير نلعب جوله في جوله. العب جوله، يلا جولتين. جايز سيروا اللايف وسكروا لي ملفه، تمام؟ جاهزين؟ يلا العب. جايب قوة القلب دي منين؟ دي سالي. حول الله يا رب. مين اللي سالي؟ سالي مداهم. جايز تكبيس. انا مش قادرة اصرخ، انتوا عارفين، فبدنا تكبيس حلو، 3 كبسات من كل حدا. انت عندك اللوز؟ وعندنا ورده. ها؟ انت عندك اللوز؟ هيك عندي التهاب، التهاب في شلت اللوز؟ شلت اللوز؟ لا لا ما شلت، لا لا لا. جايز اسمعوا، في حدا عنده صندوق ورد؟ جبتوا صندوق ورد؟ جايز في حد عنده صندوق ورد؟ صندوق ورد قلبي يا بدنا شباب. صندوق ورد اديها ضروري، وصفة مدة دقيقة، هذا مدة دقيقة. 3 كبسات على الشاشة، احنا 1400 حب، 1400 عايزة عايزة تروقي زورك كله حبيبي يا ماما. ايوه عارفة الكمون، كمون خشن كل شوية. كمون بحس لا طعمه مش ذاكي صح؟ ما هو العلاج طعمه مش ذاكي برضو، يعني هو اي ادوية طعمها مش ذاكي بس مفيدة. شوية كمون ما دي هيك طريقة شكله، مصرية هيك بقى من بتاعة الناس القدام، سيبك بقى من العلاج ومن شوية كمون وتاكليهم ان تموت شاء لك الله، الكلام ده كله، ان شاء الله. احتمال تموتك انت اصلا. جايز هلا الدبر رح يجي، خلوا معكم وردات، وردة من كل حدا، حوش وردة وورد ورد 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 ورد. ارحب أول ما يجي جايز، أول ما يجي الدبل كل واحد بزت وردة واحدة، تمام؟ نقدر مع بعض، حوشوا جولاتكم، حوشوا ورداتكم قصدي، حوشوهم حوشوهم، وسكروا ملفنا مدام. بتحكي لي قاعدة بحضر جولتك، بحكي لهم جيبوا مدام بحضر جولتك، بتحكي لي تشغليش أغاني الدنيا رمضان. تكبيسكم. شكله فيش دبل. حب يستفزني كسرت راسه. وانتي مين؟ الدور عليك النهارده. مينا قلبي. يومك مثل وجهك حلو.
طيب قاعد تكبسكم مع بعض. ما فيش دبل. ها تعرف تعمل حاجة؟ شكله فيش دبل والله، شكله فيش دبل. او ماي جاد. والحمد لله خسرناه تكبيس ومرضية ومدفون 14، خلاص الدنيا رايقة. اتس اوكي جايز، مع بعض ترى سكورة اقسم بالله بطاطا، وي كان دو ذيس توجذر اوكي، واللي عنده قفاز زيته. أيوه. إذا حد عنده قفاز زيته شير اللايف. هو فين الخصم ده اللي ضعيف؟ جاتك 60 لو في خصم. تكبيس. تكبيس يا جدعان، تكبيس. انت عارف انا اكتشفت حاجه يا بنت سالي؟ شو اكتشفت؟ ثلاث كبسه عشان الريتش بيكون حلو بعد كده بثلاث ساعات. كيف يعني بعد كده؟ بعد الوقت ده بثلاث ساعات، يعني بيكون الساعه واحدة بتوقيت. بس هيك بتروح يعني، بحس يومك بيروح لما تفتح في هذا الوقت. بالظبط. لازم تفتح هذا الوقت عشان تخلص بدري، تقعد تسوي اللي بدك اياه على سحورك. اما تفتح هالوحدة وتكون مش ضايل للسحور اشي، ما حتلحق تاكل اللي حاب تاكل وتسوي اللي حاب تسوي. شيخون جايز لو سمحتوا مع بعض، والله انه سكورة بطاطا. وسكورك انت ايه بقى؟ لما سكور انا وكده بطاطا. سكورك مش موجود، واخد اجازة. احنا لسه ما بلش عندنا الضرب، احنا بس تكبيس لهلا وانت تكبيس. اه دم الكذب ده، دم الكذب ده، حول الله. جايز مع بعض يلا. لا نختار، اسمع احنا حكينا الجولتين اصلا، وهي جولة مش تحت دبل. شير اللايف مع بعض. انا هتموتني. اللي عنده قفاز ليلى. اسمع كرة سهل ترى، مع بعض وحياة كيف قفاز والله. يلا كتيبة جاهزين، يلا مع بعض على النظارة، مع بعض على النظارة. جو 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 شاري. روحوا دولار يا دولار، هاي يا دولار، هاي هاي يا مينا. هاي بدون قفاز بدون دبل، هتجيلي يمين هنكتك شمال، هتجيلي شمال هنكتك يمين، من الاخر كده روحي نامي. جنرال حيك، روحي نامي. دولار لك صوتك دولار. ما بدي اسمع. العب الجولة الثانية جولتين حكينا. شايف اللايف شيخون، كتيبة، أم عمر، درغون، أحمد، فادي، كريم، زيزو، كتيبة، بيج لاف، قلب أخوك. هدول يا أخي أنت من أنا عمال يلا شهرت أكتر مني، أنت واخد مني اللقطة، واخد والله. شكرا اللقطة. شكرا يا جنرال، جنرال شكرا يا جنرال، الله يسلمك. علي الطلاق ماشي بالتيك توك امبارح، دولار 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 دولار. قلبي يا دولار. العب الثانية، العب الجولة الثانية. لسه مصممة؟ العب الجولة الثانية جولتين حكينا من أول. عندها عزيمة، شيروا اللايف جايز مع بعض عادي، هيك تترعوا وخسرنا بس كورنا مشرف. شيروا ثلاث كبسات على الشاشة. يستاهل الشيخ والله، هذا عم حرق البرنامج، حرق امبارح اقسم بالله حرق وحرق. تكبيس جايز، تكبيس ثلاث كبسات على الشاشه. جوله اشرف اسامه بثلاثة مليون وشويه، ناصر السلطي واخد جولتين، واحده بمليون والثانيه بمليون وشويه، وواحده ب 900 الف. لازم تكبيس عصب الضم يا سيد مداهم. جايز ديروا بالكم، وهلا على الدبل مع بعض، وي كان دو ذيس توجذر ان شاء الله. اوكي هلا على الدبل وورده حب. خلص جننشت، عرفناش انت يعني في الكومنت حلو. جايز هلا بسجل الدبل، ورده من كل حدا، جاهزين ورداتكم محوشينهم، خلوا معكم وردات مع بعض. ورده اسمعوا مني، الدبل الورد رح يكون كثير، كل واحد يزت ورده واحده بس، وردة واحدة بس، ما بدنا أكتر من وردة. كفو كفو، لا بنقدر عليها. يلا ورد جايز، ورد 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 مع بعض. تكبيس ورد 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 ورد. تكبيس
تكبيس. المفرقعات بتاع الدولار بتاعت الجولة اللي فاتت لسه شغالة لحد دلوقتي. اسعد دينك يا زلمة. تكبيس، التكبيس تعبان، التكبيس تعبان. يلا روحوا على دار كتيبة. دولار يا دولار، دولار يا دولار. هاي يا دولار، هاي شيخو شيخون بينا. عاش عاش الجوة الجوة. يسعد دينكم. إجرام إجرام. وين مستواك يا سيد؟ لسه ما خلصت الجولة. ما خلصت الجولة لسه. يعني انت خسرانة وكمان بتهيطي؟ يا حول الله، عاملة زي ميكس بالظبط، بيموت في الهياط. استنى هديل قلبي لسه بصممها. جايز شيروا اللايف، انا عندي احساس انه راح يكون في جحفلة تقدر بعد. عندي احساس في جحفلة والله. ممكن صمخ بيه. مصممة برضو. يلا هاد احكامك. دولار قلب اخوك، شيفو شيخون مينا كتيبة هديل الفا ايوش ام عمر ايه جبارة بيج لفظة كتيبة. الحكم الاول 80 جلدة. ايش يعني 80 جلدة؟ تتصل بي وبكرباك سوداني وتجيبي واحد غضن فريق لك 80 جلدة. الحكم الثاني صدقتي. ايش يعني مالك؟ ما فهمت اصلا. الحكم الاول لتر ونص مي اشربي. الحكم الثالث الثاني تجيبي شوية كمون في ايدك. ايش اعمل؟ كمون واكل الكمون. الحكم الثالث والله العظيم احسن حكم ليك اقسم بالله. انا المشكله ما بعرف الكمون كيف شكله، استنى اجيب.
الأخضر. تغني يا قادرة تاخد نفسها، الله يخرب بيت أمك. اسكت بقى، اسكت اسكت اسكت. انت حافظ مش فاهم؟ بنت عمالة بتستحضر قدامنا ولا غني غني غني. روق روق روق، انت فاطر ايه بانجو على الصبح؟ جيفارا والله ما عارف يا اخي، شفت شويه على بيكتبوا كومنتات يحرقوا الدم، ما اعرفش ده مش كمون. في بيت ما فيهوش كمون يا بنتي. يلا الحكم الثاني، ترفعي صورتي على انستغرام وتمنشني لي وتكتبي عليها عمي مداهم. اوكي الحكم الثالث. الحكم الثالث كلب الحيط. شو الحكم الثالث؟ قلب يا مينا. الحكم الثالث ايه؟ 20 مرة انا مروحة. خلص رح نفتح حكم الانستا. ايوه جدع. يلا يلا نشوفك على خير. بعد كده ما تصمميش قوي تلعبي معايا عشان خاطر هترجع فك مأمر عيش. طب وحياة الله اني لما انا قلت لهم روحوا عند مداهم انت كنت داخل جولة لسه كان عندي ناس، والله لو تموت ما تاخذ الجولة بس لانك طولت. يلا على الصدام، هلا لما يصير عندي مستوى راح ابعث لك. قلبي يا درش غلبانة غلبانة. باي. سيبوا ناصر يا جدعان دلوقتي، ناصر من امبارح برضو تعبان من اللي عملناه فيه. انا عندي فكرة حلوة، احنا نبدن شوية. تلاقي الكلام حلو يا مداهم. قلبي قلبي عاملة ايه؟ كريم الله اكرم. اخبارك ايه؟ ايه؟ ولكن الله تعلم الحمد لله يا رب دايما. ايه انت اجواء رمضان معك عاملة ايه؟ ما شايف؟ ما شايف؟ لا زي القمر ما شاء الله. بس ناقصني اتحجب. الله 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 الجدي والجدي الله الله عليه. شو هيدا؟ شو عم بيصير؟ روقوا يا جماعة يا جماعة. تكبيس روق روق ولا حرام. مينا الجولات دي هنهديها، عايزك تلمي لي كم قفاز بالله عليك. انت اجواء رمضان عاملة معك ايه؟ وينك انت؟ بأي بلد هلا؟ انت الوحيد اللي بثق فيه هنا. ايه انت بأي بلد؟ بعدك بالسعودية؟ لا 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 طلعت تركيا. تركيا هلا؟ اه عندي شغل هناك هخلصه وهنزل قبل رمضان، قبل العيد بيومين ثلاثة كده. على السعودية ولا مصر؟ لا على مصر. يا جماعة شو رجعت على لبنان هلا رايحة على باريس وعلى العيد مش عارفة بعد. تعرف أنا عندي واحد صاحبي راح باريس قالوا هدية جي كلاس، انت بقى يجي لك هدية ايه؟ والله شايف؟ والله العظيم قالوا ممكن اتجوز ما بتعرف. اه يعني انت هتروحي تتجوزي هناك؟ ما بتعرف يجيني عريس. يعني انت مش رايحة بالعريس اصلا؟ لا مش رايحة بالعريس والله، مش رايحة بالعريس. رايحة ادور على عريس. والله الحيط كون اشقر عينيه زرقاء عشان اجيب عيل. لا خلي بالك اللي عندهم بقى ما بياكلوش عيش، اخره يجيب ورد ويقعد معاك شويه من الاخر بتوعنا. لازم يكون اسمراني مع شنب مع بضمفة. كده لحد يقول كده يأكل. ايوه يجيب من الاخر. اصلي من النادر كده ومن الصعب لو لقيتي واحد من رؤوس الاموال
ابيضاني وعيني خضرة وبتاع. ده احنا كان عندنا حسين فهمي قعدنا 60 سنة نعاير بالبشرية، عندنا حسين فهمي بس الاغلب. ولو طلع بخيل، طلع بخيل، ما شفت تجوز هيدي البنت وحكيت عنه انه طلع بخيل. بخيل؟ تجوز وحدي. ما قريتش عن الموضوع ده والله. قريت انا، بس على فكره انا بحس الراجل مش الحلو بحسه نايت منه، يعني ما بيعجبني الشاب الحلاوه، لازم يكون غضنفر بحسه يعني كده، مع احترامي للحلوين. واحد سوداني؟ لا كمان ليه؟ هو يعني ده اللي هيجيب من الاخر قلب ابيض، يعني جسمي الصغير لا يتحمل، مش قلبي الصغير. لا انا قصدي ان هم قلوبهم بيضة، طيبين طيبين يعني السوداني طيبين ما علينا. بس انا عندي طاقة في رمضان، في رمضان عملك بدي اتجوز، شو عمل لك؟ على فكرة السوداني اقسم بالله عنده عنده طيبة قلب السوداني، يعني من اكرم. انا ما عندي اكسبيرينس بهذا الشيء. مينا؟ لا لا لا، انا في الحاجات ده انا اقول لك بصراحه. خلص جرب، روح على السودان جرب، واي نوت، بلكي بيجي نصيبي. ايه ده هي حتى خارج هذه السنه اتجوز. ضاع مية. ايه عم بقول حتى التارجت هيدي السنه اتجوز. ما تيجي مصر هنا اكيد هتتجوزي. يا عم المصريين ما بيطلع لي معهم، بيمشوني على عجين ما لخبطوش. ما هو لازم هيخزوقك ويخلع من الاخر. والله انا اذا هيفا ما طلع لك انا بده يطلع لي ده. الله اكبر عليكم. اسلام يعني بصراحه انا شايف ان الشخص اللي يجي يفكر يضحك على مصري يبقى غبي. مش يضحك بس انه الشاب المصري يعني كيف بدي لك ما بتفوته الفايته. بالظبط، هو اصلا يعني ما بيشغلش دماغه غير في الغلط، عارفه لو شغلها في الصح قسما يعني بالله ما يعني يقدر عليها. عارف النمله عارف النمله بتحكي ايه وهي في بيتها؟ بحسه كده. انت عايز تتجوز واحد تخونيه؟ مش اخونه لا، بس انه حدا يكون شوي اوبن مايند، يعني يعطيني سبيس بحياتي كده يعني. ما يحكمش ما يحكمش وما يظلمش. ايوه يعني سيبك على راحتك كده. انا قصدي ما يحكمش، انت ما يحكمش ما تحكمش. مينا والله حرام. بصي بصي بناتي، بصي بناتي، بنتي بتقول لك ما تحكمش، بين القليل وما تحكمش. دي بنتي التانية. لا لا لا، الثانية دي شبهك انت، الثانية شكلها شبه ابوها. صعبية يا شيفو. أنا سنجل مامي. كوفدن. يلا احكمني احكمني. ألف عيوش أم عمر. احكمني يا مداهم قبليني. كارلو. الحكم الاول انت بتنفذي احكامي. طيب احكمني بس مش انه حطي بيض وحطي طحين. لا لا لا، الاحكام ده انا يعني انا من ساعه ما دخلت البرنامج ده ولا بحكم عليه على حد بالحاجات دي ولا حد بيحكم عليها بيه. خلاص يعني احكام محترمه. هديكي حكم حلو. اوكي. ارقص لنا مع ابنك سلو. مع شو؟ سلو؟ سلو. مع بيلا؟ بلا انهي؟ هي اللي بترقص، لوسي ما راح ترقص. اوكي يلا هات لك كيف ترقص بلا. تعال بلا يلا مامي يلا تعال. لا 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 خدي الدنيا رمضان. لا يا خدي 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 البنطلون محرم بس عشان خاطر الشبكه والصيادين يزعلوا يا شيخ. موقفين شغل في رمضان وانت تشتغلي والله محرم. طب احكي لي حكم تاني. ايوه وانا حكم خفيف كده. هو الكلب ما ينصح لي كده عايز يلعب. عايز يلعب.
مش هو كمان يعني. يا عم سيبها ايه يا ابن المطي. والله عزاد لازم يسيب. لا 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 نخبى رقصه بعد رمضان. ايه رقص بعد رمضان؟ اصلا انا برمضان ما راح ارقص. ايوه حتى مع الكلب حتى بهزار بضحك خليه بعد. لا راح لعبه هيك سلو بس انه مش انه رقص. ايوه طيب الحكم الاول القناص قلبي. الحكم الاول ترفعي صورتي على انستغرام وتمنشني لي وتكتبي عليها حب عمري. حب عمري؟ انت حتطفش لي رجاله كلهم، عم بقول لك عايزه اتجوز. خلاص اكتبي زوجي المستقبلي. اوكي شو كمان؟ الحكم الثاني الحكم الثاني احكامك كتيب تتغزل فيها برضك. لا بقول لك ايه، عندك عبايه؟ عندي. عندك طرحه؟ اه هاتي لي عبايه وطرحه واعملي لي عرض ازياء لواحده محجبه دلوقتي؟ لا امبارح. خلاص يلا ماشي، يلا انا قاعد مستنيك بس بسرعه. ثواني يلا بينا. كم تمشي بيها يومك عشان خاطر اليوم يعدي؟ اصل انا واخد قرار ان الشهر ده هكون فيه محترم، حتى الهوانات مهد شويه الدنيا. اهو دي اللي ينطبق عليها مثل التمانين جلد حقيقي حقيقي. سيبها ايه يا ابن القذر اخرس. يلا انتوا انت عندك كام سنة وانت بتقول لي سيبها كده؟ اقسم بالله يا اخي مش فاهمك. مش هتيجي دبي؟ جاي لكم دبي ان شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة. لا اصل في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش. انا جيت دقيقة. العزومة يوم الجمعة يا حبيب قلبي. انزل نزل بصوص من على الدائري الكوبري الجديد، اركب توك توك قول له وديني عند الكوبري الجديد بتاع بصوص من تحت. هينزلك في فيديو عندي على الصفحة بيشرح لك من عند ما تنزل من عند الشارع بتاع المعهد الديني لحد البيت. كده كل اللي في اللايف عرفوا العزومة امتى ويجوها ازاي. ماليش دعوة بالصورة بقى يا عم، هي حرة. أنا مالي أنا مالي يا عم، انت خليني في لايف. انا ما بحبش اتدخل في لايفات مش بتاعتي. اصل بص يا جدعان، هي لو عملت الغلط الصح ده ليها هي، وانا لو جيت نصحتها قدام الناس النصيحه في العالم فضيحه، يبقى انا كده بتعرتش وش. ايوه فانا ما بحبش اللقطات، انا مش بتاع لقطه. اصل هي اكبر مني فاكيد هي واعيه اكتر. انا جيت انا نورت. خليني اشوف مستوى هيدا كده كويس ولا لازم ارفعه شويه؟ لا بس اعملي الطرحه مش زي المطلقات، حتى في لفه الطرحه باين عليكي. ايه اعملها زي المحجبات؟ ايوه يعني انا عايز محجبه محجبه. محجبه محجبه؟ روح هيحجبني مداعب، هيحجبني يا جماعه. ليه شفتوا ليش ما بدي اتجوز واحد مصري؟ اي قبل ما يتجوز لي حجبني. يعني كيف هسه اتجوز وشو بيعمل فيه؟ بيلبسني نقاب؟ لا دي حريه شخصيه. الله ما انت بتعرفي تلفي الطرحه كمان اهو. طبعا بص نزلها من قدام بقى. مينا بعير عليا والله العظيم شكلها حلو، اقسم بالله شكلها حلو في العبايه والله العظيم جميلة ما شاء الله، أقسم بالله جميلة. نبقل الحجاب؟ أرحب بالشيخ. إيه؟ نبقل الحجاب؟
لبالك والله. خلاص يتوب عليك ربنا. اتحجبت. عاش عاش عاش. المدام المطلقة. قشطة. خلاص. يلا نفست الحكم يا مداهم. باي. أدخل معاك بقى بعد العيد عشان خاطر أعرف أحكم صح. أجلدك. خلاص. هعزمك. ماشي. باي. يلا سلام. باي حبيبي باي. يا الله يا الله ايه ده؟ ده في رقصة تانية قدام اهي، هما كتروا ليه كده في رمضان؟ شوف الشيطان ابن الكلب، الشيطان بيجيب لك البعيد، عايز يحشرك في الزاوية، اه والله، قصة حزينة، هو برضو جيني مش زهرالي. ولو انكم انا ارد على الكومنتات اللي ليها لازمه، الكومنتات اللي ملهاش لازمه انا سيبها شغاله، هي كده كده مش فارقه معايا، مش عايزيني في حاجه، خليهم يكرروا كومنتات وانا اشوف الكومنت اللي يترد عليه وارد عليه. صح كده؟ هنوجع في دماغنا ليه؟ ايه ده؟ هي ليه القايمة بتاعت الأصدقاء مش جايلي خالص، ولا صديق عندي جايلي، كلهم مختفيين، والله ما زار غير اتنين دلوقتي. أكل العزومة يا حبيب قلبي جاب فول وطعمية، مش عاجبك ما تجيش. اللي موجود هتاكل منه وزيك زي الناس زي اللي انا هاكل منه. بس خش النفس. الو المداهم البطل، حياك، شخبارك؟ الحمد لله، اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا حبيبي، منور الدنيا كلها. منور يا حبيبي. اقدع فرقه ثلاث سبعات الفرقه الذهبيه وبس. حبيب حبيب، يلا نبدا زين. يلا شكله عادي، انا اعتقد خلي دمار تلعب ويا لولو. يلا تعال، مشكله، انا اعرف انت تريد مداهم عشان تغلبنا. لا مداهم معاي خبيث. لا انا عايز يا جراح، انا عايز والله. انا 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 عادي، انا اي شيء تسوونه تعال. حلو، انت بنت خالتي ودقينا دق والناس نايمين. اه انت قلبي لولو مصريه لا عراقيه؟ ايه ده جايز لولو؟ تعالى يا مدام، فبقول لك بالحضن يا بنت خالتي. لا ما تجيش. يا نهار اسود، بالحضن يا نهار اسود. الله 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 الله، والله تكبيس من نار. جايز تكبيس من نار. كتيبه كتيبه تكبيس من نار معروف ولا هو هنلحق على مداهم ازاي؟ فاضحيننا والله، هنلحق على مداهم ازاي؟ تكبيس كتيبة. ما مداهم خفف علينا يا مداهم. هو انا تقلت او كده؟ خفف يا باشا، ده تكبيس يا عم، ده لسه ما دعموش يا عم، تركز شوية بس، ده كله تكبيس. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا شباب اهو دمار ده كان بيدعم ضدي وجرب. يا شباب ما تخافوا ما تخافوا ما تخافوا. لا والله مداهم حبيبي ما دعم ضدك والله. منصور مين انت وياه؟ عرفت مداهم انت اسمك منصور؟ لا ابني. بتقول يا دمار؟
اقول لك انا ما ادعم ضدك، بس لانه انا بلانا صديقي، فاي يلعب مع اي شخص بدعم بلانا، عرفت؟ النور البوس قلب لا لا يعني شباب انت حر هيكم لا انت عارف يا مدام انه انا كانت عندي فرقه اسمها ثلاث سبعات في برنامج تاني، وهم مش عارفين ايه يعني ثلاث سبعات، وانا اصلا سميتها عشان الفرقه بتاعت الصعقه المصريه البطله اللي نفتخر بها. أيوه. حبيبي ما يعرف شو يعني طبعا الاسد ازاي يا بس بعت ازاي بعت اسد ازاي تكبير ما تفرحوش قوي، انا ساكت، انا عمال ابص بس وشايف الناس اللي عندي وساكت بالضبط كده يا وتر. 22 اضربوا باخر لحظه شباب ورود ورود يا فوني اصبر على الدبل يا هشام تفوني سطع سطع تفوني سطع جراح انت منين يا حبيبي من العراق يا ايوش جراح من العراق وانا من الامارات ولو نعم مصريه من قبيله العطواني لا والله مو مش قبيله عطواني امال منين انا من قبيله الاعظمي الاعظم حبيبي اجدع ناس قاعد فين بقى في العراق لا انا دلوقتي انا ساكن في اوروبا في فنلندا فنلندا ايوه ايه مميزات فنلندا بقى كلها ثلج وبرد لا والله والله ايوه حاجه معفنه مش تنفع 24 ساعه ثلج يا حبيبي ده جنب ايه دي ايه هو فنلندا جنب السويد يا باشا جنب السويد انت عارف قوانين السويد ايوه عارف اهم خمس حاجات في السويد ايه مثل مثل شنو مينا هو قلبي يا مينا يعني تفضل لا تفشلني سطع ده اقول لك اهم حاجه في السويد الاطفال بعد كده الكبار في السن بعد كده المراه بعد كده الكلب بعد كده الراجل ها انت ايوه هاي في اوروبا كلها عامه لا بس في السويد خاصه بيركزوا عليها يخرب بيتهم على القوانين المعفنه دي هذا صار انسى حبي تخيل كده لما امشي انا الكلب ويفضلوه عني يا نهار اذبحه هتعمل ايه يا مداهم هتعمل ايه علي الطلاق اذبحه ده انتحر احسن والله العظيم حرفيا لا عادي عادي شباب اضربوا اخر لحظه عادي الجحفل عادي ما تخافوش ما تخافوش من مداهم يا شباب ما تخافوش مش هيعمل حاجه اضرب ولا تخاف ده بس تكبيسات بسيطه 18000 سكوب بسيطه تكبيسات فقط موت يا مداهم ها قلبي اول شيء رمضان كريم الله اكرم يا غالي علينا وعليك زي رمضان في مصر حاجه ثانيه طب ده تتابع مسلسلات ولا طبعا مداهم حل مسلسل انا عامل مسلسل في رمضان اسمه الحشاشين ايوه ده اللي يلا قفاش يلا شباب اطلق لها السيف فليشهد لها زحاله مين اللي نزل القفاز يا جدعان عشان كده انا كنت عايز القفازات تبقى مع مين والله مين اللي نزل القفاز ما لنا زينه شكلها بس كنا زينه والله انا عارف يا مود حرام عليك ما اشتغلش حرام عليك يعني لما لعبنا مع مداهم نزلته المستوى ايه الحركات والله يا مداهم هو انت وجهك خير علينا ولا ايه لما لعبنا معاك الدعم كله راح هو بيخاف منك ولا ايه لا بس مداهم ترى هاي تكبيسات لا عبالك دعم انت هاي لا في دعم يا حبيبي بص شوف لا انا عارف بس ده يعتبر بالنسبه لمداهم حاجه بسيطه الحكم الاول لا دولتين رباعي قانون هذا قانون دولي هشام النور مود ام ايوش الفا كتيبه انت لا انت شو انت كنت بتلعب وانا بلعب مع بنانا مش كنا بنلعب جوله واحده الجحفله جولتين لا 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 دي لا 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 انت ايه بتلعب انت شو بتلعب لما تلعب مع بنانا راس براس نحن اربعه دلوقتي يا باشا وعادي ايه المشكله ما هي جوله نفس الجوله قلب يا مين جولتين خليها جولتين يا مداهن خلاص يا عم انا مش هحكم عليكم كده كده ما كنتش هحكم اصلا بس كنت بقى ولا حتى انا احكم عليك يا مدير والله قلبي مشي طوالي والله